هذا المشروع أقامته بلدية طمرة اللي رح يكون بكل أسبوع، وهي يعني المبادرة الأولى والأخيرة فيه، واللي قامت بتنظيمه سيدة حنان أبو رومي موظفة بلدية. وهذا اليوم اللي هو تخصص فيه صندوق السعادة، فجتني الفكرة هيك بشكل حلو إنه نطلع المرة تيجي على ورشة تحس حالها جاي على إشي جميل، بس هي مش عارفة شو، مش عارفة شو هذا، شو فيه هذا الصندوق. والورشة هي طلعت عبارة عن إشي مجسم أو مناظر اللي هي تيجي تشتغلها بشكل حرفي وشكل يدوي، يعني بإيدها الفنية مثل ما بقولوا لمساتها، إنه ينعمل مجسم بس بمشاعر، بتجدد، بطاقات، إنه نقعد هيك هاي النساء مع بعض بتحس بالأوضاع الرهنة اللي إحنا فيها موجودين، والقلق بحاجة إنها المرة تطلع. ومن هيك طلعت هذا الإشي اسم صندوق السعادة. يعني أنا حبيت هذا اليوم يكون هيك بشكل مفاجئ، وخصيصا فكان الاسم كان هو إجا عفوي بس أجاب محله وأجا جدا حلو، صندوق السعادة. الإشي اللي فاجأني بهاي الورشة بالصدفة، كان عنا 8 نساء وإجوا 3 صبايا، يعني كانوا متواجدات، فأنا كتير كتير انبسطت يعني لوجودهن، اللي هن كانوا طالبات علم، طالبات في الجامعة، لأجل الوضع اللي إحنا قاعدين، هن طبعا قاعدين عن التعليم، ما فيش تعليم، قاعدين بضغط نفسي، بقلق، بأوضاع اللي هيك خلناش نقول كئيبة بس فيها عن جد ضغط نفسي، اللي موجودين في البيت. فما أجت هاي الورشة انبسطت كتير وتفاجأت إنه تواجدوا معنا هدول الصبايا وعملوا جدا وعبروا عن قديش هن انبسطوا يعني بوقت اللي هن كتير كانوا قاعدين في ضغط في البيت. أول إشي سواء كان نساء طمرة، شباب طمرة، الفعاليات اللي بتقوم فيها أهل طمرة دائما سباقة، ودائما بتحس أنها عن جد بتنجح كل مشروع، دائما سباقة عن جد طمرة بالورشات الفنية، بكل مجالات، بكل المجالات بتحس أنه كل مشروع بينزل بتنجحه أهل البلد. بس نساء طمرة دائما دائما سباقة، ودائما بتراكد على إشي اللي إنها تشغل حالها، تشغل أولادها، بيكون يعني بتلاقيهن موجودين بكل مشروع بيطلع بحبوا يشاركوا فيه، فجدا بيكون الإشي هن بنجحوا المشروع لوجودهن. رح يكون في كل يوم أربعة في برنامج معين مع شخص معين مع موضوع معين. مثلا أنا كنت مرشدة فنون هذا الأسبوع اللي مرق يوم الأربعاء، إنه عملنا صندوق السعادة، فكان الأسبوع الجاي المفضل يعني المفروض إنه ينحط موضوع تاني مع ناس آخر، يعني حسب، ممكن يكون شيف، ممكن يكون تنمية بشرية، ممكن إشي يكون خاص في الشباب. فكل أسبوع بتحس في تجدد، كل أسبوع في كل الوقت إشي متواصل يضل مشغل الناس والشباب وأهل البلد. ديش هيك مشاريع بتحفز النساء بمجتمعنا العربي؟ بنسبة 100%، لأنه بتلاقي عن جد نساء بس نفسها تطلع، بتحب تبادر، بتحب تشتغل. اليوم بطلت النساء زي أول إنه بس تقعدي في البيت، بتحب تتطور فكريا، بتحب تتطور اجتماعيا، هاي الاختلاط مع كافة الفئات مثل ما بقولوها، بتحس إنه في مشاركة دائما، وفعلا يعني في بنسبة 100% تقريبا. مشاركة النساء جدا جدا مهمة، جدا جدا مهمة، وبتلاقي عن جد النساء زيها زي الوردة، هي أم البيت، حاملة مسؤوليات، حاملة مهام الطبيخ، حاملة مهام تنظيف البيت، حاملة مهام إنه ابنها بدي يروح الدرس، وكتير أمور اللي هي قايمة فيها، فبتحسها زيها زي الوردة، أسقيتها بتنور هالوردة. فهي المرأة بتحاول إنه تطلع، أو إحنا بنحاول نطلع المرأة، ومشاركتها في كل المواضيع أو البرامج اللي بتصير بتحس إنها بتاخد أشياء فكرية، تكون قيادية، بتساعدها بكتير أمور اجتماعيا. في كتير نساء، في يعني حدث صار بالصدفة بصندوق السعادة، ورشة صندوق السعادة، امرأة بتقول إن أنا ما كنتش أطلع، ما كنتش أتجرأ أطلع، ما كنتش أتجرأ إني أحكي بين مجتمع يكون أكم يعني مرأة أو صبية موجودين، فكان عندي دائما تردد إني أحكي، دائما عندي تخوف. فهاي الورشات بتجمع الناس على إنه يأخذوا ويعطوا، يسمعوا بعض، يأخذوا أفكار من بعض، دائما على الشغلات الإيجابية. فجدا جدا مهم جدا دور الإمرأة إنها تشارك في هيك أمور. شو كمان سمعتي من النساء المشاركات باي الورشة؟ الصراحة كنت حاطة بطاقات أنا اللي هي كانت مخفية بالأول بظرف مخفي، فبلشت ترسم ويلونوا النساء، وأنا وهني يلونوا، فقلت لهن في عندكم بطاقات، كل واحدة تكون بطاقتها مختلفة، فكنت أقولها مثلا باسمها، طول البطاقة هقريها،
فتقول البطاقة تقول سبحان الله معمولة لإلي، فيعبروا يعني إحنا ما بدنا نفتح شو حياتك، فتحكي العبارة إنها عن جد لبستها لبس، يعني بتحس إنه هاي تقول العبارة معمولة لإلها، وكلهن كانوا بالنسبة يعني بنفس المشاعر، فأطلعوا هاي المشاعر، حكوا عن البطاقة شو بتعني لهن. بنظرك كيف شفت النساء هاي الورشة ساعدتهن بهاي الأوضاع اللي عم بتمرك عليها؟ طبعا بتساعد، طبعا لو كلمة لو جملة لو أي مثل أقولها أي ابتسامة أو أي شغلة بدك تزيدها وتضيفها بشكل إيجابي طبعا بتصيب مثل ما بقولوها. في سؤال أخير، هل في دورات أخرى بتقومي بتمريرها في هاي الأوضاع الراهنة؟ طبعا بقوم بتمرير ورشات أو لقاءات لمسنين، لجيل الذهبي، أولاد في ضائقة، ذوي احتياجات خاصة، وكمان رح يكون بيكون دائما عندي ورشات اللي هي بتكون حسب البرنامج، مثلا برنامج زيت والزيتون، فكمان بعمل ورشات اللي هي حسب الموضوع نفسه في المدارس.